دورة محو الأمية الأولى في منطقة المشرق. إذا تعتبر هذه الدورة خطوة إيجابية نحو معرفة المرأة لذاتها وشخصيتها، إذ أن المرأة المتعلمة هي أساس بناء المجتمع في جميع مجالاتها، ونحيي كافة النساء المنظمات لهذه الدورة على روحنا متعطشة للحرية والمعرفة. هذه هي إرادة المرأة التي تصنع المستحيل لبناء مستقبل مشرق، وبروح شهدائنا الأبرار نسير على خطاهم في تحقيق أهدافهم التي تنادى بالعدالة والمساواة في المجتمع. ونهنئ افتتاح دورة محو الأمية الأولى في منطقة المشلب، وهذا الافتتاح أول نصر بجهود وتضحيات آلاف الشهداء والمرأة المتعطشة للحرية. فمجتمعنا يعرف أن المرأة أثناء حكم داعش تعرضت لأبشع أنواع الظلم والاضطهاد، بحيث سعوا لتحطيم إرادة المرأة، ولكن اليوم بقدوم فكر الأمة الديمقراطية وفكر القائد العظيم قائد الشعوب القائد عبد الله أوجلان الذي هو شمس الحرية ليس لنساء سوريا فقط بل لنساء العالم أجمع، وبذلك أثبتت المرأة دورها الطبيعي في بناء مدينة الرقة. هني وبارك لإدارة دار المرأة بالمشلب وبالرقة يعني اللي ساعدونا افتتاح دورة محو الأمية، وإن شاء الله يعني نستفاد ونتعلم نقرأ القارمات، مثلا رحنا على البلد نعرف قارمة الدكتور، مثلا نعرف الشارع الفلاني، يعني إن شاء الله إن شاء الله بيكون خير علينا وعلى الأمة كلها.